لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في البداية برحب بحضراتكم وأسأل رب العالمين أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن القصد وحسن العمل، وأن يرزقنا السداد والقبول. دي بداية سلسلة طلبها إخواننا القائمين على العمل الدعوي، سلسلة لشرح القضايا المنهجية أو ما يسمى بالقضايا الفكرية للدعوة السلفية. إن شاء الله ننتهي من قضية ثم نتبعها بأخرى حتى ننتهي منها إن شاء الله رب العالمين. أول قضية هنبدأ بها إن شاء الله هي قضية السلفية. ما هي السلفية؟ متى نشأ هذا المصطلح؟ على أي شيء يدل؟ هل هو تعريف متفق عليه؟ هل هو منهج؟ هل هو جماعة؟ هل هناك فرق بين السلفية وبين الدعوة السلفية؟ هل هذا المصطلح أو هل هذا المسمى هناك من يهاجمه وهناك من يسعى إلى أفول نجمه وإلى هدمه، إلى غير ذلك من الأسئلة التي نحتاج أن نجيب عليها في هذه القضية. لكن قبل أن أبدأ في هذه القضية نبدأ بتوطئة، وهي ما معنى القضايا المنهجية وما معنى القضايا الفكرية. وأستعير في ذلك كلام ذكره الشيخ محمد صلاح الإتريبي في بحث المنهجية في الطلب. بحث ده متداول على الانترنت، وقام الشيخ محمد صلاح بشرحه في أكثر من مكان، وتحت عنوان القضايا الفكرية يقول في صفحة 27، يقول: لم نتحدث عن القضايا الفكرية في العلوم السابقة، لأنه بدأ يتكلم منهجية طلب العلم، فتكلم بقى عن منهجية طلب العلم عموما، ثم فصل منهجية طلب العلم في الفقه، في الحديث، في علوم الآلة، في اللغة، غير ذلك. فبعد ما انتهى من هذا الكلام بيقول: لم نتحدث عن القضايا الفكرية في العلوم السابقة، والسبب أنها ليست علما مستقلا، وهذا لا ينفي أهميتها. ولبيان ذلك أنقل منشورا لأحد إخواننا والدكتور باسم أبو عبد الرحمن، باسم عبد رب الرسول، أحد إخوة الفضلاء من طلبة العلم من بني سويف، طبيب بشري، هو سنه قرابة 30 سنة، لكن طالب علم جيد ومن الإخوة النشطاء في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التدريس، وصاحب خلق ونحسبه الله حسيبه على خير. فكتب مقال قبل كده باسم عبد رب الرسول، دكتور باسم، والشيخ محمد صلاح اقتبس هذا المقال وضمنه في بحث المنهجي. فبيقول: ما هي القضايا الفكرية؟ طبعا أنا أحب الأول نسميها قضايا منهجية، لأن هي قضايا تضبط المنهج، منهج يعني الطريق اللي بيسير فيه أهل السنة، فهي الأولى أنها تسمى قضايا منهجية، وليست هي مجموعة أفكار بشرية أو منتجات فكرية، لكن لا مشاحة في الاصطلاح طالما أن احنا متفقين على المضمون. يعني بقول: ما هي القضايا الفكرية؟ قال: هي معالم لمنهج أهل السنة في مسائل افترقت فيها تيارات الصحوة الإسلامية المعاصرة،
وهي مسائل شرعية كغيرها من مسائل العلم، مبنية على الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من المصادر كالإجماع والقياس. يبقى في البداية هو بيقول إيه هي يعني قضايا منهجية أو يعني قضايا فكرية؟ بيقول دي معالم، معالم يعني منارات، يعني أمارات، يعني مظاهر، يعني ضوابط لمنهج، يعني طريق أهل السنة والجماعة في مسائل مختلفة. طب إيه اللي دعانا إن إحنا نفردها بالتصنيف؟ إن هذه المسائل افترقت فيها تيارات الصحوة الإسلامية المعاصرة. يعني الصحوة الإسلامية؟ الصحوة الإسلامية يعني الدعاة والعلماء وطلبة العلم والمفكرون ومن تابعهم الذين أرادوا أن يتجاوزوا حد التدين الشخصي إلى أن ينحو بالمجتمع ككل نحو التدين، أو بعبارة أكثر تلخيصا الصحوة الإسلامية هم الذين يريدون أن تعلو قيم الإسلام وأحكامه في المجتمع وفي الدول التي يعيشون فيها. يبقى القضايا اللي احنا بنتكلم فيها القضايا المنهجية ديت مسائل وقع فيها خلاف حاد جدا وخلاف عميق جدا بين تيارات الصحوة الإسلامية المعاصرة. وبيقول المسائل دي أو القضايا المنهجية ديت هي مسائل شرعية كغيرها من المسائل العلمية المبنية على الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من المصادر كالإجماع والقياس. يبقى هي مسائل شرعية زي أي مسائل، زي مسائل علم الفقه، زي مسائل علم العقيدة، زي مسائل علم الأصول، مسائل علمية متوفرة في كتب أهل العلم جمعت وضبطت لأنه وقع فيها خلاف بين تيارات الصحوة. طيب إيه المصدر اللي بنرجع فيه للقضايا الفكرية؟ في القضايا الفكرية بنجيبها منين يعني؟ بنجيبها منين؟ بتؤلف من القضايا الفكرية دي؟ قال ترجع إلى الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من المصادر كالإجماع والقياس وغيرها. طيب أين نجد هذه المسائل في كتب أهل العلم؟ لو أنا حبيت أجيب القضايا الفكرية ديت أو القضايا المنهجية أرجع لها فين؟ في كتب التراث. يقول تجدها مفرقة في مظانها. فمثلا قضية الولاء والبراء دي قضية من القضايا المنهجية اللي بتضبط لك الأمر، لأن في طيارات في الصحوة عندها تميع في قضايا الولاء والبراء، وفي ناس تانية عندها نوع من الشطط ويجعل أي نوع تعامل أو مولاة يجعلها كلها مكفرة في يعني تفريط وإفراط. طب عايز تضبط القضية دي أجيبها منين؟ قال مثلا قضية الولاء والبراء أو قضية الحاكمية، الحاكمية يعني إفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع والسيادة والأمر والنهي. أو قضايا الإيمان والكفر اللي هي قضايا الأسماء والأحكام، من المؤمن، من الكافر، من الفاسق. القضايا دي نجيبها منين؟ قال هذه تجدها في كتب العقيدة. كتب العقيدة اهتمت هي جدا بضبط الأشياء دي، ومن ثم هتجدها في الكتب اللي بتعتمد عليها كتب العقيدة زي كتب التفسير، تفسير الآيات، شروح الأحاديث وغيرها. طب قضية الجهاد دي قضية منهجية احنا بندرسها مع بعض. قضية الجهاد، فضل الجهاد، هل هناك ما يسمى بجهاد الطلب أم لا، ولا هو جهاد دفع بس زي ما ذهب لكده بعض المعاصرين الدكتور القرضاوي وغيره؟ برضو نفس القصة، قضية الجهاد هنجد فيها أبناء الصحوة الإسلامية طرفين وسط، طرف بيميع الدنيا جدا ويقول الإسلام لم يعرف إلا الحروب الدفاعية، وطرف تاني بيحمل السلاح حتى على كل من يقول لا إله إلا الله. ويعني اللي بيحصل في سوريا يعني أسوأ مثل معبر عن إيه؟ عن هذا الأمر، وطبعا مثل معبر بس سيء للأسف. خلاص قضية الجهاد لما نحب ندرسها ونضبطها نجيبها منين؟ تجدها موجودة في كتب الفقه. لو انت بقى فتحت كتاب الكافي لابن قدامة، وده من اكثر الكتب اللي مرتبة القضية دي ترتيب كويس على فكرة، او كتاب ابن المغني، او تفتح كتاب نيل الاوتار، وده ليه اهمية لان كتير من الجهادين بيعتمد على الكتاب ده تحديدا، هتقرأ الكلام هتعرف تجيب كلام العلماء ونقولاتهم وتقريراتهم لقضية الجهاد من خلال هذه المظام. يبقى في كتب الفقه. طيب عندنا قضية زي قضية فقه الخلاف، الخلاف الواقع بين المسلمين، هل هو تنوع، هو تضاد، خلاف سائغ غير سائغ، ايه اللي يقبل ايه اللي لا يقبل.
نجيبها منين القضية؟ نضبطها ازاي؟ من طالب العلم؟ من العالم؟ من المقلد؟ من المجتهد؟ عامة مباحث هذه القضية، قضية فقه خلاف، نجدها متوفرة في كتب أصول الفقه، نجدها متوفرة في كتب أصول الفقه. إذن القضايا المنهجية هي قضايا تشتمل على مسائل علمية أفردت بالتصنيف لأنه وقعت فيها خلافات كبيرة بين أبناء الصحوة الإسلامية، مرجعها للكتاب والسنة وما تفرع عنهما كالإجماع والقياس، مكانها ومظانها بحسب نوع القضية، إما في كتب الفقه وإما في كتب العقيدة وإما في كتب الأصول أو غير ذلك. طيب بيقول انتزعت هذه المسائل من مظانها ورتبت وأفردت بالدراسة نظرا لأهميتها لكل مسلم في هذا العصر، خصوصا لطالب العلم المبتدئ الذي لم يصل بعد في طلبه للعلم إلى مواطن هذه المسائل في كتب أهل العلم في مشواره العلم. هنا بقى نقطة جميلة جدا، بيقول ولا يمكن أن ننتظر وصوله إلى مظانها والذي ربما لا يكون مبينا بصورة كافية في كتب المستوى الأول مع شدة حاجته لهذه المسائل. أنا عندي أخ بيبتدي ربنا ينعم عليه يستقيم يتدين يلتزم بالمصطلح الدارج ويبقى أحد أبناء الصحوة الإسلامية، بقت قضيته في الحياة أنه يحول هذا الإسلام بعد ما يتدين بتدين شخصي يحوله إلى تدين مجتمعي، ينشر قضية الإسلام والعمل بالإسلام، يسعى أن الإسلام في أحكامه وقيمه ومبادئه تحكم المجتمع وتحكم الدولة، دي قضيته في الحياة. بيبدأ من أول يوم يدخل في طريق التدين والاستقامة والالتزام، وبيبدأ يمارس العمل الدعوي بقدره، لأن بلغوا عني ولو آية، رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فلم يستطع فبلسانه إلى غير ذلك. وهو في هذا وهو في هذه الحال بيمارس عملية الدعوة لله عز وجل، عملية التغيير، وبيطلب العلم. بس هو بيطلب العلم في قضايا خطيرة جدا هتقابله مش هيقدر يتعلمها دلوقتي. لو عايز يتعلمها في مظنها في كتب العلم وكتب الفقه والعقيدة والأصول وغيرها هتحتاج مثلا 5 سنوات لطالب العلم الجاد، هتحتاج مثلا 10 سنوات. طب هو محتاج يعمل بيها دلوقت لأنه على مفترق الطرق، يعمل إيه؟ منهجه هيبقى منهج إصلاحي ولا ثوري؟ يعني الطريق اللي هيمشي فيه في الأول خالص مفترق الطرق دلوقت، هياخد طريق الإصلاحي ولا الثوري؟ طيب هو دلوقتي لو تواجد أمامه ناس بيحملوا السلاح وبيرفعوا راية لا إله إلا الله وبيسعوا إلى الجهاد، يتابعهم ولا لا؟ فهو في البداية مع أنه لسه في بداية الطلب، مع أنه لسه في بداية طريق التدين والاستقامة، القضايا دي هيصطدم بيها. فبالتالي كانت الحاجة ملحة أن هذه القضايا تفرد، تنزع من مظانها وترتب مسائلها وتفرد بالدراسة، لأن زي ما قلنا بيحتاجها طالب العلم في البداية، ولو انتظر حتى يصل إليها قد يمضي عليه زمن طويل، قد يضل فيه الطريق أصلا، قد يضل فيه الطريق. طيب بيقول هذه المسائل لها أهمية خاصة للعامل في الحقل الدعوي، حيث تشكل هذه المسائل معالم فكر ومنهج الجماعات الدعوية المعاصرة على اختلاف مشاربها، فلا بد للمشارك في الدعوة إلى الله من ضبطها على طريقة أهل السنة، وهي ليست من الطرف الفكري بل هي من الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه نصا أو استنباطا. يبقى ممكن واحد يقول لك طب أنا إيه اللي هيفيدني بالحاجات دي؟ أنا راجل ما أناش طالب علم، ومشاركتي في الدعوة في المجال الاجتماعي أو في المجال السياسي مش هتعرض أن أدي درس أو أن أنا أدي أخطب جمعة، إيه اللي يلزمني أو إيه اللي يخليني أستفيد بتعلم مثل هذه القضايا؟ قال لك لا، ده هي بتشكل معالم فكرك ومنهجك اللي أنت هتسير عليه، بغض النظر أنت هتدرسها ولا لا، وبغض النظر أنت هتخطب جمعة ولا لا، وبغض النظر هتبقى طالب علم ولا لا. هي ليست من الطرف الفكري، هي من الدين الذي أنزله الله على نبيه إما نصا أو استنباطا. يقول ولا تحدث التربية الصادقة ولا الاتزان الحقيقي في الشخصية المسلمة إلا بدراسة هذه المسائل وتعلمها والعمل بها،
وكم رأينا من اشتهر باهتمامه بالتربية وفق منظور قاصر. بعض دعاة السلفية جعل جل همه ينصب على التربية، لكن تربية بمفهوم قاصر، يعني ليس مفهوما شاملا. قال: فلما وقعت الفتنة، من اشتهر باهتمامه بالتربية وفق منظور قاصر مع قصور وتقصير في هذه المسائل. يبقى بعض الدعاة اشتهر بالكلام عن التربية ومنظوره في التربية كان منظور قاصر، ومع ذلك لم يضبط مثل هذه المسائل، لم يضبط قضية الجهاد في سبيل الله، لم يضبط قضية التغيير ومناهج التغيير، لم يضبط قضية المشاركة السياسية ما يحل منها وما يحرم، لم يضبط مثل هذه القضايا. طيب لما وقعت الفتنة اللي بقالها الآن أكثر من 3 أو 4 سنوات، أتحفونا بما يخالف التربية التي اشتهروا بها، فوجئنا بتصرفات تتناقض أصلا وفرعا مع ما تكلم به هؤلاء الدعاء على مدار سنوات طويلة، فضلا عن السقطات المنهجية المتناثرة القديمة والمتجددة. يقول أيضا: لا تكفي هذه المسائل وحدها في إحداث التربية المتكاملة والتوازن المنشود، بل لا بد من التدرج والشمول في طلب العلم وعدم الاقتصار على هذه المسائل فقط، وإلا وقعنا فيما نحذر منه من إنتاج شخصيات غير متزنة وتصدير غير ذوي الأهلية. الكلام ده مهم جدا. بعض الإخوة بالذات شباب الجامعة الجامعات اللي هي على خط النار، اللي فيها محكات كبيرة جدا، بيكون في حاجة مسة ان الإخوة شباب الجامعة دولت جزء من بنائهم العلم من اول ما يبدأ في الطلب يبقى بياخد القضايا المنهجية. فممكن هو لما بيدرس القضايا دي فعلا قضايا فيها جزالة وفخامة وفيها معالجة لأمور كبيرة، ويجد ان فعلا ممكن يكون في دعاة كبار في السن والقدر غير ملمين او متقنين لهذه القضايا، فيبدأ يحصل عنده نوع من الانتفاش الكاذب، ده انا معايا القضايا. طب ويعني معك القضايا؟ ايه يعني معك القضايا؟ ده انا دارس قضايا كذا. بص يا اخي، القضايا دي فرع من فروع الدراسة لضبط البوصلة ولتحديد معالم الطريق، وانت لو لم تدرس العقيدة دراسة متأنية تفصيلية عميقة من الألف إلى الياء، وتدرس الفقه دراسة متأنية تفصيلية عميقة من الألف إلى الياء، وكذلك علوم الآلة تأخذ منها من كل علم ما يساعدك في فهم مقاصد العلماء في الكلام عنه وتزول عداوة هذا العلم بينك وبينه، تعلم القدر ده، ثم بعد ذلك تنطلق، انت بعد كده تقدر تنتفع بالقضايا المنهجية. اما غير كده فهيفضل طول عمرك اسير المذكرة والملزمة اللي انت بتاخدها في الجامعة، او المذكرة والملزمة اللي هم 20 ورقة 30 ورقة 50 ورقة بتاخدهم وتدرسه بس. لا، انا عايزك تبقى عارف ان الكلام ده المشايخ مش مخترعينه، الكلام ده مش روايات، مش تأليف، الكلام ده تحقيقات علماء، الكلام ده آية وحديث وتقرير أهل العلم عليه، الكلام ده ذكر مواطن إجماع ومواطن اتفاق. فيبقى أنت عارف أن طريقك حتى تكون فعلا متين حتى في هذا الباب أنك تطلب العلم بصورة متوازنة. خلاصة الكلام، الشاب اللي بيكون عنده نوع نبوغ ونوع همة فيحصل هذه القضايا سريعا فيشعر بنوع من الامتلاء او نوع من الانتفاش الكاذب فولس غير صحيح، فيبتدي يقيم الناس على اساس هذا الامر. ده ما يعرفش حاجه في فقه الخلاف، شفت يا دكتور والله ما يعرف حاجه، كارثه كبيره جدا. لا شوف ما يعرفش حاجه في، طب قول لي كده قضايا الايمان والكفر ماشيه ازاي، طب قول لي كذا ايه وبعدين يبتدي بعد كده يقيم الناس ويوزنهم من المنظور ده. لا، عشان كده انا عاجبني جدا كلام دكتور باسم في الجزئيه ديت، يقول هذه المسائل لا تكفي وحدها في إحداث التربية المتكاملة والتوازن المنشود، بل لا بد من التدرج والشمول في طلب العلم وعدم الاقتصار فيها على هذه المسائل فقط، وإلا وقعنا فيما نحذر منه من إنتاج شخصيات غير متزنة وتصدير غير ذوي الأهلية. فهنلاقي واحد متقن جدا لقضية فقه الخلاف لكنه مدرس فقه ما يعرفش فروع الفقه، فلو سألته في مسألة في البيوع هيخترع،
مش عارف ايه هو الفقه. هو مدرس المسألة، مدرس باب البيوع اصلا، او درس دراسة مبسطة ومقتضبة وليست عميقة ومستوفية. لما يجي يتكلم في مسائل في العقيدة هنلاقي عمال يخترع، لانه مدرس ابواب العقيدة كما بوابها اهل العلم بالتفصيل. فلينتبه لمثل هذا. نقطة تانية مهمة جدا، اللي بيجلو القلوب وينيرها وينير البصائر الوحي، فلابد ان تربط نفسك دائما بالوحي، كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، تربط نفسك به حفظ. ودي من علامات التوفيق لطالب العلم، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه انه يحفظ كتاب الله. حتى لو مش هتبقى امام، حتى مش هتصلي امام بالناس، اقول لك صوتي وحش يا عم، انت ما بتحفظش عشان تصلي بس امام، لا، انت احفظ عشان انت طالب علم، انت بتحفظ عشان تتعبد بحفظك للقران، عشان تيجي يوم القيامه ترقى بعدد الايات اللي انت حافظها عن ظهر قلب. تحفظ القران عشان تزكي نفسك وتطهر قلبك وتنقضح في قلبك انوار وبصائر من الله سبحانه وتعالى. كذلك تربط نفسك دائما بالوحي، بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، ابتداء بقى من اول الاربعين النووي، وبعدين رياض الصالحين، وبشروح مختصر ليه عشان تعرف معاني الاحاديث الجميله دي وتتعلمها وتعمل بها، ثم بعد ذلك بقى صحيح مسلم ثم البخاري وغير ذلك. فانتبه لمثل هذا. يقول ايضا من الامور اللي ينتبه لها في دراسه القضايا المنهجيه، الايمان علم وعمل، والدين علم وعمل، وهذه المسائل والقضايا الفكريه ايضا لانها من الايمان ومن الدين هي علم وعمل. ليس كل من درس هذه القضايا يطبقها ويعمل بها، ودي نقطة مهمة جدا. ليس كل من درس القضايا يطبقها ويعمل بها، فلا بد مع المنهج العلمي النظري لدراسة هذه القضايا من منهج عملي تربوي في تطبيقها. فمثلا عندنا قضية فقه الخلاف، وإن في مسائل الخلاف السائغ لا يتعدى الإنكار المناظرة العلمية الهادئة لبيان الحق بدليله، وما ينفعش لا يحصل نوع من التقاطع ولا التدابر ولا نوع من الحدة ولا يحصل نوع من التبديع ولا التفسيق ولا غير ذلك. وتيجي تتناقش مع واحد في مسألة من مسائل الطهارة أو في مسألة من مسائل الصلاة اللي هي في المسائل الفروعية خالص مفيهاش كلام، وتلاقي عمال يزعق ويتشال ويتحط ويقوم ويقعد، ايه يا عم في ايه؟ ده احنا الاثنين درسين فقه الخلاف، عيب عليك، عيب عليك اللي انت بتعمله ده. لا، ما هو احنا دلوقتي مش في فقه الخلاف، ده احنا في حته تانية. ما هو يبقى انت ما انتفعتش بالدراسه اللي انت درستها، انت لم تنتفع بالدراسه اللي انت درستها. لما انت مثلا تدرس قضيه السلفيه ومن هو اللي يستحق هذا الوصف، وبعدين واحد مجرد ان هو ملتحي يبقى انت شايفه اقرب ليك من واحد تاني حليق لمجرد ان هو ملتحي فقط، حتى لو كان بينتهج منهج داعش، يعني ده اصلا من الخوارج، ده فرقه ناريه، ومع ذلك انت شايفه اقرب ليك مجرد ملتحي بس، ده انت ما انتفعتش خالص بمسائل السلفيه اللي تدرستها. كذلك الحال في غيرها بقى من القضايا، زي اللي بيدرس قضايا الايمان والكفر، ولما يعيش في دوله فيها ظلم كتير وفيها جور فيتعدي على الدماء او على الاعراض او الاموال، هو متغاظ ومقهور وحاسس بنوع من يعني النار تحرق قلبه، يعمل ايه عشان يرتاح؟ يكفر الناس. طب ما انت دارس قضايا منهجيه ودارس قضايا ايمان وكفر، ايه بقى اللي يخليك تعمل كده؟ اللي يخليه يعمل كده للاسف الشديد انه لم يطبق ما درسه، لم يطبق ما درسه. طيب هيدخل في نقطه ثانيه مهمه جدا برضه، يقول من الذي يحق له تدريس هذه المسائل وتعليمها للناس؟ مين بقى اللي يحق لي انه يدرس هذه المسائل ويعلمها للناس؟ يقول القول في جواب هذا السؤال كسائر مسائل الدين، أن من تعلم مسألة شرع له إبلاغها، ومن جهل أخرى حرم عليه الخوض فيها بغير علم، والعلم يتجزأ، فقد يتعلم الإنسان بابا ويجهل آخر. اجعل دائما في ذهنك، بلغ عني ولو آية. اجعل دائما في ذهنك قول النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية، ومعها قول الله سبحانه وتعالى، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأيضا معها قول الله عز وجل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى العلم بيتجزأ، واللي هيتعلم مسألة فهو بها عالم،
يبقى يستطيع أن يبلغها. فاحذر أن أنت تتصدر لتدريس أو تعليم مسألة لست لها بأهل، وكذلك لا تحجم عن التدريس أو التعليم إن كنت قد ألممت بهذه المسائل. يقول: وازن بين الإقدام والإحجام، تكلم فيما تحسن ودع الكلام فيما لا تحسن. الأصل أن نجلس فقط تحت ركب العلماء وهم من يعلمون الناس، لكن العلماء قلة والناس يحتاجون من يبلغهم الدين، فلا تقصر في إبلاغهم ما تحسنه لعل الله أن ينضر وجهك. وأقول ناصحا لإخواني: هناك ثلاث نطاقات من المسائل. النطاق الأول هو ما تعلمه، وهذا علمه غيرك، مسألة أنت تعلمها ودرسها كويس علمها غيرك. النطاق الثاني هو ما تجهله تماما، وهذا لن نتكلم عنه لأنك تجهله، يعني أنت أصلا مش عارف الموضوع أصلا. النطاق الثالث هو ده أخطر مشكلة. النطاق الثالث هو ما وصلك فيه كلام لا تتقنه ولا تضبط نسبته للشرع ثبوتا ودلالة، فهذا هو موطن الابتلاء. فاحذر من القول على الله فيه بغير علم، وإياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأقول أيضا ناصحا لهم أي لإخوانه: العلم يأخذ بعضه ببعض، ومسائل الشرع مترابطة يخدم بعضها بعضا. كلما تقدمت في العلوم الشرعية بصورة متدرجة متوازنة شاملة نفعك ذلك في كل مسألة من هذه المسائل. طيب، ده انتهى كلام الدكتور باسم اللي نقله الشيخ محمد صلاح جزاه الله خيرا. يبقى لينا بقى ان احنا بين يدي هذا البحث الذي أمامنا إن شاء الله حندرس بحث اسمه السلفية. ده مختصر، العنوان تفصيله السلفية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. البحث هذا أعده الشيخ مصطفى محفوظ جزاه الله خيرا لما مست الحاجة إن احنا ندرس هذه القضية، وكنا بنقعد نحضر من كتب مختلفة، فهو جزاه الله خير عمد إلى مجموعة من الكتب واختصر منها هذا البحث ويرتبه بصورة جيدة جدا، يقع في نحو 57 صفحة، فجزاه الله خير. ده اللي هنعتمده إن شاء الله في القراءة. البحث ده إيه الكتب الأصلية اللي هو بيرجع ليها؟ وإحنا دايما عايزين ما يجي ندرس أي قضية يبقى عندنا مراجع أو كتب أكبر للتوسع. بيرجع بالأساس لأربع كتب. الكتاب الأول كتاب السلفية وقضايا العصر، كتاب السلفية وقضايا العصر للدكتور عبد الرحمن الزنيدي، كتاب مطبوع من فترة بعيدة يعني قرابة 25 سنة أو شيء أو أكثر كمان. وحاليا الكتاب ده موجود في مكتبة كنوز إشبيلية دور السعودية، يعني هو مجلد كبير قرابة 650 صفحة. الدكتور عبد الرحمن الزنيدي هو أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. بيتكلم في إيه في الكتاب ده؟ بيتكلم من منطلق عالي جدا جدا ورائق جدا جدا إن السلفية، هو بيقول كلامه كده، بيقول إن دلوقتي في دورات متتابعة، حصل في دورة كان فيها مد عالي جدا للعلمانية والليبرالية واليسارية، وبعدين هذا المد وهذا العلو لم يثمر شيئا زبال، حصل فشل وإخفاق، طيارات علمانية وطيارات ليبرالية وطيارات يسارية بالي الدنيا، وفي النهاية حصل فشل في كل البلدان المسلمة. الكلام ده كان هذا الفشل في يعني أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وبدأ بعد كده يحصل توجه عام من الشعوب الإسلامية المختلفة نحو الانتساب والانتماء لهذا الدين، وصاروا يبحثون عن تراثهم وعن تاريخهم، يلتمسون منه الهدى. احنا عايزين نشوف احنا مين، اين هويتنا، احنا عايزين نرجع للطريقنا مرة تانية. فبدأ يندفع كثير من الناس في هذا الاتجاه، وبدأ بقى الاسلاميون اللي هو بيعرفهم بانهم الدعاة
طلبة العلم والمفكرون الذين يريدون أن يصبغوا المجتمع الإسلامي بالقيم والأحكام الإسلامية، ليس فقط مجرد التدين الشخصي. بيقول بقى بدأ الإسلاميون يوجهوا الجماهير ديت، وبدأ يحصل نزاع مين اللي بيتكلم باسم السلفية. ده احنا هنقول للناس ارجعوا لأصول الدين وارجعوا للسلف الصالح، قال ما كانش هيسلموا لنا كده. وبدأ يحصل مناوشات ما بين العلمانيين ومن لف لفهم وبين بعض الناس اللي عجز ان هو يظهر الوجه العلماني القح، وانما تدثر كده وقال احنا ايه، احنا اسلاميين تنويريين. الاسلام التنويري او ساعات بيسموه اليسار الاسلامي. وبدأوا دولة هم اللي يوجهوا سهامهم للسلفية. فقال انا هناقشهم في هذا الكتاب في مواطن دقيقة وعميقة، وعملوا ثلاث محاور. جعل المحور الاول من قضايا السلفية في الفكر المعاصر، وجاب فيها مسائل تعريف السلفية في اللغة، والسلفية وردت في التراث الإسلامي ازاي، التراث الإسلامي يبص لها ازاي، وفي الفكر الغربي، وبعدين مقومات السلفية، المقومات المنهجية والمقومات الموضوعية بتاعتها. ده كان المسألة الأولى. وبعد بقى كده يتكلم عن السلفية في الفكر المعاصر، هل هي منهج ولا مذهب، علاقة السلفية بحديث الفرقة الناجية، السلفية بين التاريخية واللا تاريخية، إلى غير ذلك. بعدين عمل المحور الثاني من كتابه ان في قضايا اهتمت بها الحضارة الغربية، والقضايا ديت بيحاولوا يقزمونا فيها ويقولوا ان احنا ملناش فيها اي اسهامات. لا، احنا كناس بنتبع السلف وكسلفية لينا فيها اسهامات طبعا، ولينا فيها مكون حضاري متماسك، وهو هيبتدي يعرضه. واختار منها ثلاث قضايا اساسية. قال في قضايا المعرفة في الفكر المعاصر انا اخترت ثلاث قضايا واعرض منها موقف السلف. قضية العقلانية وبدأ يعرضها تعرفها وتصورها وكلام الغربيين عليها وكلام غير الإسلاميين عليها، وكذلك العقلانية من المنظور السلفي وعلاقة السلفية والاجتهاد، وإيه العلاقة بين العقل وبين الإبداع. قضية العلمية ومفهوم العلم وإيه هو، بدأ أيضا يوصلها بنفس الطريقة. قضية التراث وكيف نتعامل مع هذا التراث، والسلفية بتبص للتراث إزاي، المشكلة بتاعت الإسلام بحيري. خلي بالكم فكرة القضية دي خطيرة جدا، احنا ندرسها دي، قضية السلفية احنا ندرسها دي خطيرة جدا، واقول لكم ليه دلوقتي. المحور الثالث هيتكلم عن قضايا الوجود في الفكر المعاصر وايه الموقف السلفي منها. واختار عدة قضايا، ثلاث قضايا برضو. قضية التطور، قضية التطور دي خطيرة في الدكتور، عشان خاطر دي هتبقى هي المدخل بتاع الايه، بتاع انكار الاديان وبتاع حتى قصة تطور الافكار، مش كده؟ لا، تطور الافكار والتطور بتاع الكائنات الاثنين، الاثنين هو درس ده، بيذكر ده ويذكر ده ويذكر موقف السلفية منه. وكذلك قضية القيم، القيم اللي أتت بها الحضارة الغربية في طور النهضة اللي أقصت فيها الدين جانبا، ويا ترى القيم دي بالنسبة لنا بتمثل إيه، وإحنا كناس بنقول إحنا سلفيين، هل السلفية تقدر تعبر عن هذه القيم وتقول رأيها فيها ولا لا. فده كان عرض مختصر كده لكتاب الدكتور عبد الرحمن الزنيدي، وده من الكتب اللي اعتمد عليها الشيخ مصطفى في البحث. برضو كتاب تاني مهم جدا اسمه كتاب السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية، لمين؟ للدكتور مصطفى حلمي. دكتور مصطفى حلمي ده حكاية، وجزاه الله خيرا من أكثر الناس اللي أسهمت إسهامات وافرة في الذب عن هذا المصطلح، مصطلح السلفية، وفي تقرير أصولها، وهو اللي عمل كتاب قواعد المنهج السلفي، وهو اللي كتب لا الحداثة، وكتب السلفية برضو بين الأصالة والمعاصرة، وألف كتير جدا في القصة دي. لكن كتابه تحديدا السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية هو أحد الكتب الثلاثة اللي نال بيها جائزة الملك فيصل في الدراسات الإسلامية سنة 1987. كتابين التانيين كتاب قواعد المنهج السلفي والنسق الإسلامي في مسائل الألوهية والإنسان والعالم عند شيخ الإسلام تيمين، والكتاب الثالث منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين. الدكتور مصطفى كمال، مصطفى محمد حلمي، أستاذ في كلية دار العلوم قسم الفلسفة، واستطاع أن يحول هذا القسم في عامة من ينتسبون إليه إلى عقيدة أهل السنة
والجماعة جزاه الله خيرا بحسن خلقه ودقة أبحاثه وعمقها والنفس الطويل والصبر على مناقشة الناس، يعني جزاه الله خيرا على ما قدم. طبعا الدكتور مصطفى حلمي من الناس اللي لها قلم سيال وتألف كتير، ليه أكثر من 30 كتاب، كلها أو جلها في مجال الدفاع عن أهل السنة في مجال الفلسفة. هو عامل إيه بقى في الكتاب بتاعه اللي هو السلفية ما بين العقيدة الإسلامية وما بين الحضارة الغربية الفلسفة الغربية؟ بيقول المصطلح ده ليه عليه كل الهجوم ده في العالم الإسلامي؟ قال لأن إحنا ناس مهزومين وبالتالي عندنا تبعية لغيرنا صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نشوف غيرنا بيبص للمصطلح ده إزاي وظلمه إزاي. وده بقى يذكر برضو ياخد ثلاث محطات كده من ثلاث فلاسفة أساسيين. خد كلام أرلوندو توينبي، وخد كلام كونت، وخد كلام ماركس على ما أذكر، وبدأ يعرض لإيه للثلاث تفسيرات ديت للسلفية وشوف كلامهم عنها بيكون إزاي وكيف أثرت هذه النظريات الفلسفية في من تلقاه، وبدأ يناقشهم بقى في فلسفتهم نفسها. أنت بتقول كذا وأنت بتتكلم عن الفلسفة بتحكم عليها من أنهي منظور؟ بتحكم على السلفية من أنهي منظور؟ بتحكم على السلفية من المنظور بتاع الأصولية اللي هي الفاندا منتاليزم اللي تم تسمية بيها الصحوة أو الحركة اللي ظهرت في أوائل القرن التسعتاشر سنة 1820 بأنها بتدعو إلى إيه بقى؟ بتقول إن الإنجيل معصوم، وبتقول إن إحنا نأخذ بظواهر كلام الإنجيل، وبتقف موقف عدائي من المكونات الفكرية الحديثة للحضارة الغربية بالذات الفلسفات والأفكار والنظريات اللي طرحوها. الحاجة الأخيرة إن هي بترى إن دائما الرجوع للمصادر الأولى هي هو الأولى، فبدأ ياخد الكلام ده. طبعا لك إنك تتخيل بقى ناس عايزة تخلي الإنجيل المحرف اللي هو غير متماسك لا في بنيته ولا في مضامينه ولا في أفكاره، عايز يخليه معصوم ويحكم به على كل حاجة في الدنيا. فطبعا أوروبا بتعامل الناس دول على إنهم منغلقين وإنهم متشددين، فضلا عن إنهم أرادوا أن يصبغوا المجتمع كله بالصبغة اللي أرادوها دي. طيب الأفراخ بتوع الغرب دولت اللي هم بيمثلوا النخبة بتاعتنا، المفروض النخبة المثقفة، لما يجي بقى يبص للسلفية عندنا يبص لها من أنهي منظور؟ من نفس المنظور ده، يقول لك انتوا بالظبط زيهم بالظبط. يعني هو يجي يكلمك كسلفي، بيكلمك كسلفي ان انت اسمك محمد احمد او انت اسمك عمر او انت اسمك عبد الرحمن، لا 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 لا، انت سلفي. تعال ما يشوف هو كراجل خد دكتوراه من المانيا مثلا، او خد دكتوراه من فرنسا، او خد دكتوراه من انجلترا، الدكتوراه اللي خدها في الفلسفه او في الادب او في الفكر او ايا كان من فروع العلم الانساني، خد الدكتوراه ديت على انهي قواعد؟ لما يحب يحرر مصطلح السلفيه ده يبص فين؟ في المراجع اللي خدها. طب اما انت يقول لك انت اصولي، يعني انت يقول لك قول لي كده، انت بتبص للقران على انه ايه؟ تقول له كتاب معظم تنزيله من حكيم حميد لا ياتيه الباطل من يديه ولا من خلف، ايه المشكله؟ يقول لك اهو ادي اول واحد ان انت بتقول على الكتاب ايه؟ معصوم. ده لو قلناش معصوم هتبقى هتكفر. ده مصيب. تاني حاجه، انت هتاخد بظواهر الكتاب يعني الايات والاحاديث دي هتاخد بظواهرها، ولا عادي جدا ان انت تخضعها للتحليل والتاويل حتى لو ادت الى ابطال النص كليا؟ لا طبعا هناخد بظواهر الكتاب والسنه. ادي التاني. حاجه الثالثه، انت ايه رايك من الفلسفات اللي افرزتها الحضاره الغربيه في طور النهضه بتاعتها الوسطى اللي هو بعد العصور الوسطى اللي هي طور النهضه او بيسموها عصر النهضه؟ ايه رايك في العلمانيه وايه رايك في الليبراليه وايه رايك في؟ تقول له طبعا الكلام ده كله كلام فارغ رحمك الله. الادي الثالثه، يقول لك طب انت بتدعو ان انت تخلي العالم الاسلامي كله او الدول او المجتمعات في الدول دي انها فعلا تخضع لحكم الاسلام؟ تقول طبعا قضيتي في الحياه. ادي الرابع، يبقى انت زيك زي اي واحد اصولي تعبان في مجاهل اوروبا هناك، وانت منغلق وانت شرس وانت حقك الاباده والى غير ذلك، ويستصحب صراعات تاريخيه ومشاكل احنا ما لناش دخل بيها اصلا. فهو بقى جزاه الله خير الدكتور مصطفى بدا يعرض الحاجات ديت، وبعدين كان عنده من الجرأه
والثبات العلمي والمنهجي انه ياخد خطوة لقدام ويقول لهم لأ ده السلفية ديت هي اللي بنستشرف من خلالها المستقبل، ده السلفية ديت هي اللي هتبقى تأخذ بنواصي الناس حتى يخرجوا من حالة الغثائية اللي هم عايشين فيها في العالم الإسلامي دلوقتي. بيقولوا من السلفية هتمثل للناس بوابة النور اللي يخرجوا منها من التيه اللي هم فيه بقالهم قرون. فكان عنده من الشجاعة المنهجية والقوة العلمية والفكرية انه يقول مثل هذا الايه الكلام. وده طبعا كان يحمد عليه عشان يقوله كده، ده احد الكتب اللي خد عليها جائزة الملك فيصل. الكتاب الرابع، الكتاب الثالث اللي اعتمد عليه الشيخ مصطفى، كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي للدكتور علاء بكر. كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي للدكتور علاء بكر. الكتاب ده صدر برضو في التسعينات، كان كتاب جميل جدا وكان بيمثل لنا احنا حاجة كويسة انك تلاقي بحث مكتوب وبعبارة رشيقة وفيه بيمر على كل النقاط او المباحث المبسوسة في الكتب اللي فيها معارك ما بين السلفيين وبين غيرهم. وفعلا اتكلم فيه الدكتور علاء نفس القصة برضو، بدأ يأصل لايه هو مصطلح السلفية والسلف ولغة وتاريخا، وبعدين بدأ يعرف بقى بطريقة رشيقة جدا وجميلة جدا الناحية التاريخية لظهور مصطلح السلفية، ابتداء من جيل الصحابة لأهل الحديث لأهل السنة والجماعة، وعرض محنة الإمام أحمد، وبعد كده جاب حديث افتراق الأمة ولازم هنربط بينه وبين السلفية، وبعدين بقى يعرض الرموز للمنهج السلفي زي الإمام أحمد وزي ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب، وبعدين بدأ يعرض بقى قواعد المنهج السلفي في الاستدلال، وبعدين بدأ يعرض لي موقف السلفية من قضايا مختلفة. ونقدر نقول ان كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي جمع في ثناياه عامة المباحث الموجودة في كتاب الدكتور مصطفى حلمي وفي كتاب الدكتور عبد الرحمن الزنيدي. الكتاب الرابع اللي اعتمد عليه الشيخ مصطفى كتاب الدكتور عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب اسمه الأصول العلمية للدعوة السلفية. أصول العلمية للدعوة السلفية. خطورة القضية دي يا إخواني إن أنت الآن هناك من يريد أن ينتزعك من هويتك انتزاعا وأن يمحوك محوا، فانتبه، فإن معارك العقائد والأفكار والأيديولوجيات والنظريات أشرس من معارك السلاح، بل إن معارك السلاح تنفيذ لمعارك الأفكار والنظريات. انتبه للنقطة دي كويس جدا، انتبه للنقطة دي كويس جدا. بيحصل الآن عدة مشاكل. المشكلة الأولى إن إيه اللي مقابل السلفية؟ مقابل السلفية الطيار العصراني اللي هو كل من يرفض أن تعلو أحكام الإسلام ومبادئه في الدول والبلدان التي فيها مسلمون. حط جوا منهم بقى العلمانيين، حط جوا منهم الليبراليين، حط منهم اليسار الإسلامي الإسلام المستنير، الكلام ده كله حط جوا الإيه القسم ده، فدول طيار ضد الطيار السلفي، او ده منهج ضد المنهج السلفي. مين تاني ضد المنهج السلفي؟ ضد المنهج السلفي الأنظمة المستبدة والتي ترفض تحكيم الشريعة وترى ان صبغ المجتمع بهذه الصبغة خطر عليها وعلى مقاعدها وعلى نظامها. ايه تاني اللي ضد هذا المنهج؟ اللي ضد هذا المنهج الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. هنجد الشيعة ضد هذا المنهج، هنجد الخوارج التكفيريين ضد هذا المنهج، هنجد الصوفية القبورية المنحرفة الخرافة ضد هذا المنهج. يبقى لازم تنتبه، لازم تنتبه. مين تاني اللي هنلاقيه ضد هذا الكلام؟ الشخصيات أو الطيار اللي أفرزه الانحرافات المنهجية وانحرف سلوكيا لدرجة انه بقى غارق في الشهوات. وللأسف وده مما يدمي القلب، ده اللي موجود الآن طيار كبير جدا، شباب وبنات غرقوا في الشهوات بقى عندهم انحرافات سلوكية كبيرة جدا، صاروا جميعا أعداء لهذا الاتجاه لمجرد انه بيحرمهم أو بيطالبهم بالكف عن هذه الايه هذه الشهوات المحرمة. فانتبه للأمر ده. زاد الطين بلة ان ظهر عندنا بعض الانحرافات داخل من ينتسبون للسلفية، فظهر عندك الاتجاه الجامي او المدخلي
اللي شوه صورة السلفية بشكل فظيع جدا وصورها على انها عكاز في يد الطواغيت والحكام المستبدين. ومش بس كده، صاروا هم يعلنوا انهم ارباب السلفية واصحاب صكوكها. اللي يقولوا عليه سلفي بوه سلفي، واللي مش عاجبهم ايه يطردوه منها. عندك مشكلة الانحرافات الفلسفية لبعض المنتسبين للسلفية اللي تأثروا بالفكر الفلسفي وغير ترجمتها او يعني افرازها، هنجده في كتاب ما بعد السلفية، محاولة تذويب المصطلح، محاولة تذويب المنهج وعدم وضعه في إطار محدد. دي مشكلة كبيرة جدا. فصرت انت الآن السهام بتوجه من نواحي مختلفة. فمما يحزن ان يكون احنا بقى اصحاب منهج سلفي واحنا لسنا ملمين بقضيتنا الماما جيدا. من نحن وماذا نريد؟ ذلك من المحاضرات المهمة اللي انصح الاخوة نسمعها، محاضرة الشيخ محمد اسماعيل سبيل المؤمنين، او نزلت المحاضرة باسم السلفية منهج ملزم لكل مسلم. دي كده مهمة جدا على الفكرة، ونزل تفريغها موجود على المكتبة الشاملة، موجود في مؤلفات الشيخ محمد ربنا يحفظه، سبيل المؤمنين او السلفية منهج ملزم لكل مسلم. برضو من الكتب التكميلية في هذا المضمار كتيب صغير للدكتور علاء بكر اسمه أسئلة وأجوبة حول السلفية. أسئلة وأجوبة حول السلفية، عبارته رشيقة جدا وعبارة جميلة جدا ونافع سهلة تنتفع به. طيب نبدأ نقرأ مقدمة البحث اللي معانا بعد إذن حضراتكم. بيقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فإن الصحوة الإسلامية المباركة قد ضربت بجذورها في كل أرجاء العالم الإسلامي بل وفي بلاد الكفر ذاتها، وأصبحت العودة إلى الدين والالتزام به سمة عامة في الشعوب والأفراد المسلمين لا يخطئها ناظر ولا يستطيع أن يغفلها مراقب. ده كلام مين اللي احنا سائلينه؟ ده كلام مين يا اخوان؟ هو الشيخ مصطفى الزنيدي، جزاك الله خيرا. ده كلام الدكتور عبد الرحمن الزنيدي، ماشي. وإن كل مسلم يدين بالولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لابد أن يكون ناصحا لأبناء أمته، حريصا على هدايتهم وعزهم وكرامتهم ونصيحتهم بما فيه خير دينهم ودنياهم. واجب عليه ومن أعظم مقتضيات دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن من مقتضى تلك النصيحة إرشاد الأمة وأبناء الصحوة على جهة الخصوص إلى ما فيه قوة هذه الصحوة واستمرارها وثباتها على المنهج المستقيم. فقد ثبت عبر تجارب التاريخ وما خاضه المسلمون من معارك وصراعات أن قوة هذه الأمة هي في تمسكها بما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة مهما ضعفت قوتها المادية، وأن هزيمتها وضعفها هو في قبول الثقافات الوافدة إليها المخالفة لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم مهما كان عند الأمة من أسباب القوة المادية. ولهذا كان واجب المحافظة على الصحوة الإسلامية وصحة توجهها متمثلا في المقام الأول في إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة التي هي حجر الزاوية واللبنة الأولى في أي بناء دعوي أو عمل تربوي. وهذه الشخصية المسلمة المتكاملة بأركانها الثلاثة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام، الإسلام والإيمان والإحسان، لا بد أن تتلقى مصادر تكوينها من النبع الصافي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فهمه وطبقه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ولو تأملنا ما حدث من خلل في تكوين هذه الشخصية في مراحل التاريخ المختلفة بل وفي محاولات البناء المعاصرة لأبناء الصحوة بسبب المناهج المستوردة من ثقافات الأمم المخالفة لأهل الإسلام في هذه الجوانب الثلاث، جانب العقدي وهو الإيمان، والجانب العبادي وهو الإسلام، والجانب السلوكي والخلقي وهو الإحسان، لعلمنا لماذا وصل حال أمتنا إلى ما وصلت إليه، ومدى خطورة العقبات التي تواجهها الصحوة في حال فقدها لثوابت التكوين لهذه الشخصية المسلمة وتعرضها للتشويه والخلل. ففي جانب الإيمان والعقيدة، ده هو جانب الإيه؟ الإيمان هو أحد أركان الشخصية. كان علم الكلام ومناهج الفلسفة من أعظم أسباب الانحراف،
وظهور الفرق المبتدعة ونقص أو انعدام النور والهدى الذي تميزت به العقيدة الإسلامية كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فقد من وقع في خضم هذه العلوم لذة الإيمان وحلاوته التي تغير القلوب من الداخل بل تغير الإنسان كله. وفي الجانب العبادي والعملي كان التقليد والتعصب المذهبي وتفريعات القياسيين البعيدة والتحاكم إلى متون الشيوخ دون نصوص الكتاب والسنة سببا في تفرق الأمة واختلافها وتباغضها، ثم في تحول هذا الميراث كله في حس المقلدين المتأخرين إلى شعورهم أن الدين الذي ما علموه إلا هذا التقليد والتعصب إنما هو مجموعة من المتناقضات ينتقي منها الإنسان ما يشتهيه، مما مهد الطريق أمام العلمانية والتغريب لنبذ كل هذا ومعه نبذ أصول المنهج الإسلامي نفسه بإلغاء مرجعية النصوص القرآنية والنبوية وإجماع سلف الأمة وما يتفرع منها واستبدالها بالنصوص الغربية والأفكار العلمانية التخريبية التي أعلنت بعد ذلك حربها للإسلام نفسه دون مواربة. فكانت أخطر البدع التي شهدها عصرنا متمثلة في فصل الدين عن الدولة بل عن الحياة كلها. وفي الجانب السلوكي والخلقي كان التصوف المنحرف الذي ابتدأ نوعا من الغلو ثم وصل إلى المزج بين السلوك والفلسفة الملحدة المتمثلة في وحدة الوجود، مما سد الطريق على السالكين الراغبين في تهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم. وغور مناهل التهذيب الحقيقية، غور يعني أو يصبح ماءها غورة، مش عارف يوصل له الماء، ما عادش موجود، ما عادش محتفظ به في الأرض، الماء داخل الأرض. وغور مناهل التهذيب الحقيقية التي هي نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة التي كانت شفاء لما في القلوب وتربية للنفوس دون غلو أو تفريط ودون مبالغة أو إهمال لجانب من جوانب القلوب أو ركن من أركان الأخلاق والسلوك. وكان التصوف الفلسفي الذي لا يعرف حقيقته أكثر المنتسبين المقلدين لأئمتهم فيه خطوة على طريق إغراق الأمة في الجهالات والضلالات والخرافات والانحرافات الخلقية التي مهدت إلى الانهيار الخطير أمام السلوك الغربي، وأصبح تقليد الغربي بدلا من شيوخ الضلال وهو ديدن الشباب والفتيات بل والرجال والنساء في بلدان المسلمين. والغرق في الشهوات المحرمة التي دمرت أخلاق الأمة وسهلت على أعدائها احتلالها جغرافيا وفكريا. يبقى لازم نعترف بحقيقة وهي أنه لم تهزم أبدا أمة الإسلام عسكريا إلا إذا هزمت منهجيا، ولا تحتل بلاد المسلمين جغرافيا إلا إذا احتلت عقولهم وقلوبهم فكريا وثقافيا. لازم نهتم بكلام ده كويس جدا يا إخوان. مدار إقامة حضارة إسلامية حقيقية لابد فيها من حاجتين: كتاب يهدي وسيف ينصر. لازم منهج صحيح وعمل جاد وعمل قوي. أما إن إحنا نغرق في النظريات والطرف لا يقيم دولة، وإن إحنا يبقى عندنا قوة غاشمة بدون رؤى وأفكار ونظرية صحيحة متماسكة تستطيع أن تقيم بناء حضاريا، أيضا لا تقيم دولة كذلك. يقول: وفي الوقت نفسه ظهر كثير ممن يدعون أنهم على الإسلام الصحيح وغيرهم على الباطل، وادعى كثير ممن على الساحة الإسلامية أنهم الفرقة الناجية وغيرهم هلكا والناس في حاجة للإصلاح. فوجدنا الكثير يدعي لنفسه أنه المخرج من هذا التيه على الصعيدين الإسلامي والعصراني. وكذلك بعد ثورة 25 يناير بدأ يتردد لفظ السلفية والسلفيون والدعوة السلفية على ألسنة الناس، ما بين مؤيد منتمي أو غير منتمي وما بين معارض، وتعددت النظرات والتحليلات لهذه المسميات ما بين محق ومبطل وصادق وكاذب وعالم وجاهل. وكذلك فإن البعض أصبح يحتكر السلفية لنفسه، فمن وافقه فهو سلفي ومن خالفه فليس سلفيا. ووجدنا أن هناك محاولات لتسطيح المنهج السلفي وحصره في مجموعة من القضايا فقط،
ووجدنا أن هناك إفراطا وتفريطا في فهم السلفية. وكذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالعبد يحتاج أن يتعرف على هذه الفرقة الناجية، لأن العبد يحتاج إلى هدايتين: هداية إلى الطريق وهو هي الهداية الإسلام، ثم هداية على الطريق حتى لا يقع في واحدة من الفرق النارية والعياذ بالله. شكي محمد يقول لك إيه؟ وإيه لازمة السلفية؟ ما إحنا كلنا مسلمين. يقولوا ما هو كل المسلمين دولت فيه منهم 73 فرقة، 72 متعرضين للنار وفرقة تسلم من ذلك، صح؟ فأنت إيه السؤال؟ على فكرة السؤال البديهي اللي أظن كلنا تقريبا اتسألناه، إيه يعني السلفية ما إحنا كلنا مسلمين؟ إن أنت محتاج لهداية بين الأديان، أن تهدى إلى الإسلام وتفارق النصرانية واليهودية وغيرها. وداخل الإسلام قال لك صلى الله عليه وسلم، مش حد اللي قال لك تاني، ده النبي اللي قال لك صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود أو افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. يقول: فلا بد لنا من وقفة نعرف فيها حقيقة السلفية والسلفيين، وهل هم جماعة أم فرقة أم منهج، ومتى ظهروا، وما هي قواعدهم، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ونحن نتكلم عن السلفية أو المنهج السلفي لا نريد أن نوظفه لخدمة طائفة معينة أو جماعة أو شخص بعينه، ولكننا نريد أن نبين السبيل الصحيح الذي أمرنا أن نسير عليه، ويتحاكم إليه الجميع ويحكم عليهم به. وسينتظم كلامنا بإذن الله تعالى في هذا البحث في العناصر الآتية: أولا، تعريف السلفية، من هم السلف، السلفية، السلفيون، الدعوة السلفية. ثانيا، حديث افتراق الأمة بترك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ثالثا، الوصية النبوية بالتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه عند الخلاف. رابعا، نشأة المصطلح السلفي والكلام التاريخي عنه من أول بقى جيل الصحابة وأهل الحديث أواخر الخلافة العباسية، محنة الإمام أحمد، ظهور أبو الحسن الأشعري، دور ابن تيمية، دور محمد بن عبد الوهاب. الترتيبة دي بتاعت مين لو أنتوا فاكرين؟ بتاعت الدكتور علاء بكر في ملامح رئيسية منهج السلف. خامسا، مشروعية التسمية بالسلفية والانتساب لمذهب السلف أو السلفية. وطبعا مسألة التسمية دي خدت مننا وش كبير جدا، وخدتنا كلام، وتلاقي الناس عمالة تقيم معارك ولا تقعدها. يحرم عليك انك تتسمى يا عم، حرام عليك، صحش كده، صحش الكلام انت تقوله. ده المسلم يقولك هو سماكم المسلمين، ما هو سماكم المسلمين وفي نفس القرآن سماه المهاجرين والأنصار. يا عم صحش كده، ما فيش. وخلي بالك بقى، مشكلة التسمية دي تستغرق من الناس وقت وجهد وردود وأعماء، وتلاقي ناس في قرية هو فيها 3-4 إخوة شغالين في عمل الدعم، تلاقيهم بقوا 2 و2 عايزين يتسموا واتنين ما يتسموش. حاجة عجيبة جدا. يعني يا جماعة انتوا مش مدركين الخطر؟ وكلام وكلام على الكلام، ورد ورد على الرد، والله المستعان. سادسا، من قواعد المنهج السلفي في الاستدلال، وجاب 4 قواعد للمنهج السلفي. القواعد دي جبناها منين؟ من كتاب الدكتور مصطفى حلمي بتاع قواعد المنهج السلفي. وسابعا، سمات المنهج السلفي، جايبها من كتاب ملامح رئيسية. ثامنا، الأصول العلمية للدعوة السلفية، كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. تاسعا، أهداف الدعوة السلفية. عاشرا، مميزات المنهج السلفي. 11، شبهات حول السلفية. 12، نصائح لإخواننا السلفيين. وإن شاء الله نبدأ في المرة القادمة من البحث الأول، من أول مبحث، تعريف السلفي. أصعب عمين أجعلنا وإيكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.